مساء الخير. خلونا نبدأ فقرتنا الإخبارية ببيان من المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. والحقيقة قبل ما أقرأ البيان، يعني إحنا بقينا بنعاني من فكرة الشائعات اللي بتنتشر بشكل كبير جدا، وجزء كبير منها بينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي تأكد. وعادة الإشاعة لما بتنتشر بنكبرها ونكبرها ونكبرها. خلونا دايما نخلي بالنا ان مش اي حاجة نصدقها، وندور على المعلومة من مصدرها. البيان بيقول انه ردا على ما اثير من تساؤلات حول صحة قداسة البابا تودروس الثاني، نود التأكيد ان قداسته بخير وفي اتم صحة بنعمة الله، وهو يمارس عمله الرعوي بشكل كامل من خلال تواصله مع الاباء الاساقفة والكهنة والشعب عبر شبكة الانترنت. ونوضح للجميع ان طلبة الصلاة من اجل الاب البطريرك التي نشرت على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول أمس، جاءت ضمن حلقات سلسلة تدريبات الصلاة اليومية التي أطلقها قداسة البابا في بداية صوم الآباء الرسل من خلال حلقات معا بنفس واحدة، وتتضمن طلبة نصلي بها في صلواتنا اليومية مثل الصلاة من أجل المرضى والمتألمين والمسجونين والمضغوطين والأطباء، والصلاة من أجل مصر والمسؤولين فيها. وهذه الطلبات جميعا تصلي بها الكنيسة عموما، سواء في صلواتها الطقسية أو في صلواتنا الخاصة، لذا وجب التوضيح. والبيان بتاريخ النهاردة. احنا معانا على الهاتف القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مساء الخير يا قدس أبونا. مساء النور. ازاي قدسك؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. خلينا نطمن على صحة قداسة البابا تودروس من خلال قدسك. لما أثير حوالين صحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ قداسة البابا بخير وبصحة جيدة بنعمة ربنا، بيمارس كل المهام الرعوية بتفاصيلها كلها. يعني لسه امبارح كان مع أسقفة أوروبا ورؤساء الأديرة، وكان في لقاء مطول اطمن فيها على أحوال الخدمة هناك. قبلها بيومين كان مع القطاعات الأربعة بإسكندرية، وفي كل يوم بيتقابل ومتواصل في العمل الرعوي بتاعه بصورة دايمة وطبيعية. يعني طيب، يعني ما فيش اي صحه لهذه الشائعات اللي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ احنا لسه قاريين البيان، ونشكر ربنا على ان قداسه البابا بصحه جيده. وايه اخبار فتح الكنائس؟ احنا طبعا قرينا البيان السابق الخاص بانه احنا هنطمن على شعبنا ونطمن على صحتهم، وحرصا على ذلك احنا هنأجل الموضوع ده شوية. هل في جديد حوالين هذا الامر؟ هو بس في البداية اعلق على فكرة انتشار الاشاعة. عايز بس اقول بس نقط محددة، ان بالرغم من ان كل يوم كان في تدريب لقداسة البابا بيتزع على القنوات الثلاثة المسيحية وبتاعتنا يعني، وبيتزع على الصفحة الرسمية بصورة يعني عايز اقول كده يوميا، الا ان التدريب الروحي اللي بيتعمل كل يوم مش عارف ازاي ان يوم 29 اللي هو اتخذ فيه الصلاه من اجل البطرك، ان هم ياخدوه ويعني ويستنتجوا منه ويصوروه ويخلوه ان هو ان البابا مريض. الحقيقه دي بس بقول الكلام ده ليه؟ بقول ان لما نحب نعرف معلومه ما نشيرهاش الا لما نعرف مصدرها. ولسه حالا انا يا قدس ابونا قايله حالا ده قبل ما ناخد مداخله قدسك على التليفون، انه يا جماعه من فضلكم ما نشيرش اي معلومه او نتكلم عنها الا لما يكون متوثقين من المصدر ومتاكدين انه مصدر صادق ورسمي. بالظبط. بيانات المركز الاعلامي شكلها بقى معروف، وعايز اقول كده الاغلبيه كلهم عارفين الشكل دوت، فيبقى عارفين الشكل بتاعها، وكمان مش الشكل بس، يرجعوا للصفحه ويشوفوا هل فعلا موجود ولا لا. من هنا يبقى هم مطمنين ان المعلومه مظبوطه. لان النهارده كمان اتقال على بعض الاباء الاسقفه ان هم اتصابوا بالكورونا. ده حقيقي. والابرشيات طلعت تكذيب للخبر دوت، واحنا هنتواصل في الامر ده معاهم برضو للاطمئنان عليهم والتاكيد المعلومه انها مغلوطه، علشان يعني الشعب يطمن انه هذه المعلومات ليس لها اساس من الصحه. عشان اقول بس حته صغيره خالص، ان احنا مثلا في مصر رصدوا ان في 3 شهور بس مصر مرت باكثر من 20,000 اشاعه، واللي ساعد على انتشارها في ان كان في كميه شير كتيره جدا
من الناس اللي بتقرا الخبر من غير ما تطمن من المصدر بتاعه. واحنا كجزء من الوطن فاحنا طبعا اتصابنا كتير جدا بالاشاعات ديت. علشان بس ان احنا ما نتعبش وما نبقاش ناخد معلومات مغلوطه ممكن تبقى ليها تاثيرات سلبيه كتير، احنا خلينا في المصدر بتاعنا. احنا عندنا المركز الاعلامي وما يقوله المركز الاعلامي بيقولوه في القنوات بتاعتنا، فكده نبقى مطمنين. تمام. ماذا بقى عن فتح الكنائس؟ بالنسبه لفتح الكنائس، هو زي ما اتفقنا كده ان اللجنه الدائمه 27 يونيو اللي فات احنا قلنا ان القاهره واسكندريه لغايه يوم 15 احنا هنعيد تقييم الموقف في 15/7. بقيه الاباشيات بقت الاسقف كلهم ليهم حريه كامله في انه هم يفتحوا او ما يفتحوش حسب تقييمهم من الموقف الصحي الموجود في كل اباشيه. في بعض الاباشيات فتحت فعلا، وفي البعض برضو اجل ل 15، وفي بعض اجل ليوم 21. ايا كان، احنا يوم 15/7 المفروض بنعيد تقييم الموقف ثاني بالنسبه لقاهره واسكندريه علشان نقول الموقف الجديد. لكن بدل الاباشيات خلاص الموضوع انتهى، بان يعني بقى كله تبع كل يقرر حسب ظروف انتشار الوباء في المنطقه المتواجد فيها. بالظبط كده. طيب انا بشكر قدسك جدا، قدس ابونا بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه.